بس ممكن يكون مستر موسيماني بيفكر باسلوب تاني برضه. طبعا ان انت اللي هو هقول لك البطل ما يخسرش من الفريق مرتين. ما هو ده انت بتقول ممكن يكون عنده مبرر الهبه بتاعتك بقى. خلينا متفقين ان احنا عايز يحافظ عليها طبعا. لا هو انا بقول نخسر لا ممكن النادي. لا اقول لحضرتك حاجه، ما انا برضو ممكن اكسب، انا ممكن اعمل دم جديد. ما هو الدم الجديد ده ما هو لعيبه كويسه النهارده. اول فرصه مين اللي عملها؟ بيكهام. ايوه الفرصه الثانيه اللي على الجول كانت بيكهام الشوطه صح، هم دول فرصتين كانوا الشوط الاول. انا قصدي هو انا لما اغير معنى ان انا اخسر؟ لا بس الريسك عندي هيزيد شويه. في نقطه بس عادل عايز يعني انا ما متفق معاك بس يا كابتن، بس اللي بره كلهم ما فيش حد ما عندهمش الجاهزيه الكامله ان هم يقدروا ينزلوا يلعبوا مباراه من اول. انا لازم اجهز يعني برضو انت خد بالك، ما انت برضو بص عليها عادل لازم بص يعني بص وليد سليمان ما بتلعبش فريق كامل. صلاح يعني طاهر الماتش فات لعب شوط كامل صح؟ مش ما انا بقول لك مش كلهم طاهر لعب شوط كامل. التغييره الكبيره طاهر لعب شوط كامل مظبوط. وليد سليمان لعب جزء. ايوه لا انا بقول لك في ناس كتير يعني انت عندك حمدي مش موجود، حمدي فتحي مش موجود، لو لا قدر الله حد من لعيبه نص ملعب هتعمل ايه؟ ايوه هتبقى مضطر تلعب لعيب مش جاهز. وممكن عادل وانت طبعا على فكره متفق معاك، هو ممكن بعض اللعيبه ما كانش لازم يبداوا. هو ده اللي بتكلم فيه بقى، مش كلهم يعني هو يمكن أيوة. ايمن مش فرقه كامله، مش فرقه كامله لا لا لا، في بعض اللعيبه كان لازم النهارده تبقى موجوده تقعد معاك موجوده مش هيحصل حاجه، لكن ما بداش بيها. هات لعيبه تانية لو احتجت خلاص، ما احتجتش والامور مشيت اكيد هتمشي، لكن انت عامل برضو ضغط على لعيبه مضغوطه تماما بالظبط. في النهارده لعيبه طلع منها حاجه بالظبط، لان كمان يعني النهارده في المباراه من غير ما نقول اسامي اتحسبت على لعيبه مبوجهد وتعبان، مش حكايه جري الموضوع. اصل عارف لو موضوع جري مفيش حد مفيش مشكله، انما انت بتتعب انت كمان تفكيرك انتهى تماما طبعا. وبعدين طبعا. كمان بس وبعدين بس مش لا خلينا مع بعض في الحوار. وبعدين كمل. مش اللي هو انا مش محسوب عليا كاداء بس، لا انا مش بتكلم على الاداء خالص، انا بتكلم على اللي جاي. انا جاي بتكلم على حضر على اللي جاي، ان صحيح. اللي جاي صعب مش سهل. اللي جاي عندك مباراه كاس وفرقه مش صغيره، فرقه النصر دي من فرق الغلسه فرقه كويسه بتلعب ممكن تلعبك بعيدا ان هي درجه تانية، وفي فرق بتعرف تلعب مباراه واحده وفرقه بدرجه تانية بتعرف تلعب مباراه واحده وانت تحضر. ايه المشكله لما احضر؟ انا شايف اللي قدام، ابص لقدام اكتر. النهارده عايز اكسب، عايز اكسب طبعا، بس في وجود الناس يعني. هو طاهر لو موجود في تشكيلي يبقى انا كده معناه انا مش عايز اكسب؟ لا طاهر دم جديد ولد صغير، وهو اصلا كان ماشي كويس، جت فتره كان ماشي كويس وقعد ما فيهاش مشكله. عندي حمدي نفس الشيء مش موجود، ممكن ادخل اكرم، اديله ادي اكرم ماتشات لاني هحتاجه، ان السولية عندك النهارده عنده انذار، ممكن انذار تاني يتوقف صح؟ ايوه ممكن يدخل مباراه الدوري لا قدر الله يتصاب، هتدخل مين في المكان ده؟ ما انت هتضطر ترجع لاكرم. فايه المشكله اما انا ارجع اعمل تدوير بمزاجي؟ ايوه بمزاجي انا اللي هو، وكمان ارفع الضغوط عن اللعيبه شويه. ان قبل كان قبل المباراه انك طول ما اللعيبه بتلعب هي في ضغوط عليها. هو النهارده عايز يحسن صورته عن المباراه اللي فاتت، فبالتالي هو مضغوط النهارده. لا هو يعني حد يقول ان هو الضغوط اقل، ان احنا المباراه مش تحصيل حاصل، لا بس هو مضغوط ان هو عايز يعمل اداء كويس. طب ما في لعيبه تانية ممكن يعني، انت النهارده خسرت جونيور. أيوة. جونيور ممكن يكون شد خفيف، بس على الاقل ممكن تخسره ماتشين على الاقل. وكمان لما يرجع انت خايف لا قدر الله لو دخل بسرعه، لو يعني رجعته المباراه الفريق بسرعه ممكن يقع منك تاني. ادي لعيب ولعيب مهم ولعيب مهم. خلينا برضو نتفق ان جونيور ممكن يكون ناس انتقدته الفتره اللي فاتت شويه، بس جونيور لما من اللعيبه لما بيكون فايق بيفرق مع فرقه جدا. بس لما بيروح الحته اللي فيها الاجهاد لا بيقل. اكتر لعيب بيبان عليه الاجهاد جونيور اجاييه. ان هو اتصاب كتير وجت في فتره ورا بعض، اخد كذا اصابه ورا بعض، فبيبان عليه الاجهاد بسرعه. فانت لا لازم اريح بلعيبه انا هحتاجها. انا اوريدي هي اوريدي اللعيبه اللي جايه في الملعب يعني. طاهر لاعب الشوط الثاني المباراه اللي فاتت كامله مظبوط، ولعب قبل كده. ايه المشكله ما انا يبقى ابدا بيه وادي جونيور ربع ساعه، ادي جونيور ثلث ساعه؟ هو احنا مش الموضوع مش انتقاد، ولكن احنا عايزين لقدام. انت نبص للفتره اللي جايه، عشان الفتره الجايه فيها ماتشات كتير جدا. هو ممكن يكون تفكير مستر موسيماني ماتش سيمبا اللي خسرانه وماتش المريخ اللي فات. ماتش المريخ اللي فات لو النادي الاهلي اعتقد يعني لو كان عمل اداء جيد قوي وكسب مثلا، كان ممكن يبقى تفكيره اللي عادل بيقوله ده انه هو مش مضغوط من الاداء الماتش اللي فات ولا النتيجه، وكمان خسران من سيمبا، فممكن هو يكون تخوف
انه هو غير مثلا رامي ربيعه جديد بيكام بيكام طبعا وشحات ما كانش بيلعب الفتره اللي فاتت لعب ربع ساعه ثلث ساعه في اخر ماتشين فممكن يكون هو الماتشين دولت حسسوه انه يحافظ على اكبر عدد من الشكل الاساسي بس عشان ما يخسرش تاني من سيمبا وخاصه بقول لك ان ماتش المريخ اللي فات كان من الماتشات القليله العرض قليل وتعادل فاعتقد هي دي اللي ممكن تكون يعني خليته يحتفظ بنسبه كبيره من التشكيل وفي حسابات يا كابتن بص خد بالك المدير الفني بقى عنده حسابات برضه طبعا يعني احنا مثلا احنا بنتكلم مصلحه الفرقه وضع طبيعي احنا عايزين فلان يريح وعمرو السوليه النهارده واضح باين عليه الاجاد من اول مباراه لاخر المباراه ولكن المدير الفني ساعات بيبقى عنده حسابات مزبوط. يعني النهارده مثلا ممكن يقول لك انا عندي اثنين بلعبهم النهارده اجباري يعني بيكام النهارده بيلعب عشان اصابه عيل ورامي ربيع بيلعب عشان اصابه لو غير اثنين ثلاث لعيبه كمان فانت بتتكلم في نص فرقه تقريبا نص مزبوط. فرقه وانت بتلعب الفرقه الترتيب رقم واحد الاول وفرقه كويسه على فكره وكسبانك المباراه اللي فاتت على ملعبه فرقه عندها لعيبه كويسه ومميزه بتلعب كره على الارض وبتلعب بشكل كويس وعندهم سرعات وعندهم امكانيات وقدرات يعني فالنهارده حسابات المدير الفني لا انا مش عايز اخسر منها تاني اختلف. او مش عايز احط نفسي في موقف صح. يخليني اخسر من الفرقه دي تاني فيتقال ان النادي الاهلي البطل خسر من سيمبا رايح جاي على ملعبه بالاضافه كمان بالك ودي كمان يا كابتن تقللك تقللك طبعا مباراه المريخ بس ده هتبقى استكماله فده خد بالك يقللك قدام الفرقه اللي انت رايح تلعبها وخلي بالك كمان هيفرق معاك معنويا جامد جدا ما انا بقول لك هيهبط الفريق معنويا خد بالك ايه الريسك الاعلى في ايه انه هبطك معنويا وانك تخسر لعيبه هتفرق معايا معنويا الفتره الجايه عادي انا موافقك جدا يا كابتن هيفرق معاك معلش ايه وعايز اسالك سؤال هو للدرجه دي انت عامل حساب لسيمبا اول ممكن تخسر منها بس فدي قصه تانية في يا جماعه عادي لا طبعا سيبك الكوره فيها العجب انا معاك الكوره فيها العجب وكل حاجه والكلام ده بس انا وانا بفكر بالاحساس ده وبالتفكير ده ما ينفعش انا عندي لعيبه ممكن عايز اكسب يا كابتن ايمن انا لعيبه اللي انت هتشركها انت النادي ممكن تلعب بيها فاينل افريقيا انت النادي الاهلي النادي الاهلي اي يعني النادي الاهلي دايما كان فول كل الفريق كلهم نجوم صحيح يا كابتن لكن انا لو انا بفكر بس لو بفكر انا كده ان انا خايف اخسر من سيمبا على ارضي عشان كده بلعب يعني النهارده ثاني واحد النهارده لو ياسر سليم هلعب ياسر ابراهيم لو ياسر سليم هلعب ياسر ممكن ولو هاني العب بهاني يعني العب بالفول تيم النهارده عشان انا قلقان اخسر من سيمبا مش حكايه معلش يعني مع احترامي الكامل لسيمبا انت عايز تكسب بس يا كابتن ايوه بالظبط انت عايز تكسب مش معنى الاهلي انت هتكسب انت بتكسب لكن ما اجي اكسب يا بلال بشوف المكسب بس انا مش عايز قدامه خسائر ثانيه يعني خسائر اعلى يعني انا النهارده من وجهه نظري مكسب الحق انت قلت كلمه بس انت قلت في بدايه الاستوديو كلمه حلوه قوي قلت يا رب النهارده نطلع بمباراه بدون اصابات صح النهارده خسرت جونيور وجونيور انا متفق معاه تماما من اهم اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي في الفتره دي عامه كمان يا ايمن عامه هو لعيب بيصنع فرق هايل يعني عنده حلول كتير قوي لكل يمكن مشكلات الخط الامامي لكن انا بفكر احنا بنفترض ان مستر مسلمان بيفكر ان هو الان يخسر من سيمبا لا معلش مع احترامي الكامل لفريق سيمبا فريق ما يخوفش تماما النادي الاهلي هو بس عشان اول مره يقابل يطلع بره ارضه ويقابل النادي الاهلي هو خسر النهارده كان مخسر الشوط الاول 2 او 3 لكن مش هو الفريق المرعب يا بلال اللي انا اعمل له حساب ان انا لازم ده لا طبعاً. انا معاك يا كابتن بس في نقطه هقول لك عليها برضه ممكن يكون برضه فكره موسيماني ان انا بلعب النهارده مثلا شبه فول تيم والنصر هريح بعض اللعيب بحيث ان انا اقدر اكسب النهارده عادي طب اقول انا محتاج ايه خد بالك انا عايز اقول لك حاجه انهي بص يا بلال انت مش قلقان انت مش بتتكلم المدير الفني ساعات ما ببصش لاحتياجات قوي انا ببص ان انا النهارده انا بلاعب البطل او بلاعب رقم واحد لازم اكسبه زي ما كسبني مين البطل سيمبا رقم واحد في المجموعه متصدر الاول لا ده وضع طبيعي خد بالك لا غلط يعني لا مش غلط ولا حاجه انا بفكر في سيمبا وعندي رقم واحد في المجموعه وعندي وانا صاعد كده كده خلاص وعندي النصر الماتش اللي جاي في الكاس انهي اهم يا المفترض ان الفرقه قليله مش هنتكلم في الاهميه بس خد بالك عادي الاهم بالنسبه لي كمدير فني لا ان انا اكسب سيمبا مدير فني انا بالنسبه لي لا انا مش معترض خلينا نتفق يا كابتن ايمن ان المحلل دايما بيشوف من اتجاه غير اللي بيشوفه مدرب فني خلينا نتفق على ده او احسن اقل مدربين في الدنيا ممكن يشتغل محلل يفطس اي مدير فني صح هنتكلم في المستقبل نتكلم في حاجه من وجهه نظرنا في المستقبل انت النهارده عندك مباراه في افريقيا وعندك مباراه في كاس بطوله كاس ايه الاهم انت لا بس يعني خد بالك عادي النصر يعني انت برضو بتقيم الفرق اللي قدامك
يعني انت النهارده ساعات المدير الفني بيريح لعيبه اثناء الدوري العام لمجرد انه بيشوف ان الفرقه اللي بيلعب قدامها يعني ما عندهاش القوه اللي تخوفك. انا هقول لك حاجه، لو ده طبيب الماتش الجاي ماتش النصر اعتقد ان نص الفرقه دي مش هتبقى موجوده، وده صح، ده صح ماتش النصر. لا مش انا معترض ضمنه يعني، انا معترض شكات ضمنه يا كابتن، شكات ضمنه يا كابتن. معلش ما انت بتحكم عليه النهارده قالك بس، معلش انا معترض على ماتش النهارده، حاجه مضمونه في الكوره بس صح. بس في حاجه واقعيه برضه عشان انا واقعيه، لو انا واقعي النهارده لما لعب سيمبا بالناس دي، لا دي عقلانيه، لا جزء زياده عن اللزوم. في النهارده جزء يا جماعه، بس في جزء النهارده كان لازم ما يلعبش المباراه دي. انت تماما انت متاهل. لو انا معلش النظره ما ببص، انا ببص بعد كده ببص لقدام، انا الراجل بلعب مش بلعب عشان ماتش، انا بلعب على عايز على النهائي، انا بلعب على بطوله احضر لما اوصل النهائي نفسه. النهارده مباراه ولا تفرق معايا بحاجه خالص باي نتيجه من النتائج مش مشكله، لكن كنت النهارده كنت ممكن اكسب ايه 2 3 لعيبه كنت ابدا بيهم ادخلهم فورم مباريات بقالهم كتير ما بيلعبوش، مش هيحصل خلل خالص في الاداء خالص. بس لكن انت هتلعب، انا طبعا بقول الفروقات ما فيش نسبه تماما مع احترام الكامل لنادي النصر بالنادي الاهلي باي مجموعه موجوده طبعًا. لكن انا بقول دايما مفيش مباراه بالظبط، مفيش مباراه انت ضامنها، وبعدين مكسب وخساره دي حاجه عادل. مباراه الكؤوس كارثه، في انديه درجه رابعه وخمسه وثالثه بتطلع انديه واخدين دوري عشان دي مباراه كاس، دايما بتبقى الان من حته ان مفاجاه الكاس. لكن خلاص يا استاذ لا كمل اتفضل. لا هي بس انا بقول لك انا متفق معاك في جزء كبير من الكلام انت وعادل، بس هي الفكره انا بقول لو هو مستر موسيماني كان كسب ماتش المريخ او الاداء عالي جدا والناس والوضع راضي قوي عن ماتش المريخ ما كانش هتفرق معاه الماتش النهارده. التعادل الاخير ده خلاه عايز يحافظ على شكل النادي الاهلي برضو وهيبه النادي الاهلي، ان خسران من سيمبا قبل كده ومتعادل الماتش اللي فات مع المريخ والاداء مش حلو، ممكن ده يكون هو ده التفكير. هو دلوقتي رقم واحد ورقم اثنين الفروق بينهم عاليه، هو ده بس السؤال بقى. بس مش هيغير بقى هل لا مش بقى لا انا بقولش 6 7 وما بقولش ان احنا نغير خالص، احنا بنتكلم على افراد ثلاث لعيبه بالظبط. هل الفروق بين رقم واحد ورقم اثنين دلوقتي فروق عاليه جدا؟ لا بس انا هقول لك حاجه، هو الجاهزيه بس عادل، الجاهزيه في الفتره دي، ما هو دلوقتي انت بتدخل الجاهزيه، انت داخل في الاجهاد مش في الجاهزيه، انت رايح للاجهاد. في فرق بين انك تكون في التوب فورم بتاعتك فانت رايح للاجهاد. احنا ما بنتكلمش ان في فرق طبعا بين الاثنين، ولكن في الجاهزيه ولكن دلوقتي انت رايح للاجهاد، هتخسر الاثنين، هتخسر اللي موجود عندك الجاهز وهيروح للاجهاد، وهتخسر اللي موجود عندك ما بيلعبش.